الله يسلمك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، على ميعاد مع حضراتكم لمواصلة ما بدأناه من شرحنا لأي سورة الإسراء، ونبدأ من قول الله تبارك وتعالى: وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ونسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وهذه الآيات تتكلم عن حقوق فرضها الله رب العالمين. لمن هذه الحقوق؟ نبدأ من قوله: وآت ذا القربى حقه، الذي يأمر هو الله. وكما ذكرت لك، بدأ هذه الواجبات والحقوق بأعظم حق له سبحانه وهو التوحيد، ثم ثنى بأعظم حق لمخلوق وهو الوالدين في قوله: وقضى ربك ألا تعبده إلا إياه وبالوالدين إحسان، الآيات التي وقفنا فيها في الدرس الماضي. ثم ذكر بعد ذلك ذوي القربى فقال: وآتي ذا القربى، وهذا تدرج في الآيات. بعد الوالدين من حق من؟ ذا القربى، والمسكين بعده، وابن السبيل بعده. ثم ستبدأ الآيات في الكلام عن حق النفس من قوله: ولا تبذر تبذيرا. قال الله: وآت ذا القربى حقه، الذي افترض له هذا الحق هو الله. ولو أردت أن تجمل من هم ذوي القربى الذين عناهم الله بقوله: وآت ذا القربى حقه، نقول: أهل الرحم فمن بعدهم. أهل الرحم أولا، أهل الرحم أولا، الذين لهم رحم، ثم من بعدهم: الأب والأم، الجد الجد، العم والعمة، والخال والخالة. هؤلاء أرحام ينبغي أن توصل، والله مدح من يصلها فقال: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. ما الذي أمر الله به أن يوصل؟ أن تصل حق الله بتوحيده والعبادة له وحده، وحق النبي بالإيمان به صلى الله عليه وسلم برسالته، ثم حق الوالدين، ثم حق ذوي القربى. حقوق عليك: آت ذا القربى، أهل الرحم، ثم من بعده. يبقى من الأقرب فالأبعد، كما بدأ بالوالدين، بعدهم أهل الرحم، ثم من بعده، وهكذا. وآت ذا القربى حقه من مالك. من مالك؟ من الذي افترض له هذا الحق؟ الله. ويكون هذا الحق على اختلاف الأحوال وعلى اختلاف القرابة، فهو الأقرب فالأقرب كما ذكرنا. ولو أن أحدا أبعد في القرابة ولكنه أشد حاجة فهو الأولى، أشد حاجة في الفقر، يعني أخي أو عمي في غنى، فمن أبعد منهم في الرتبة في فقر فهو الأولى، على اختلاف الحال وعلى اختلاف البعد والقرب في القرابة والنسب. هكذا آتيه إن كان في حاجة وإن كان في ضيق فآتيه حقه، وإن كان ليس في حاجة فآت ذا القربى على ترتيب قرابتهم. صل الرحم بالمال، صل الرحم بالمال، وانتبه لهذا، لأن كثيرا من الناس من يغفل عن هذا، أن الرحم يوصل بالمال كما يوصل بالكلم.
كما يوصل بحسن المعاملة يوصل أيضا بالمال. وهذه منازل، منازل يرتقي إليها من أراد الله أن يرفعه. يصل الرحم بالمال، نعم، يعني أنا أروح أقول لابن عمي أو لأخوي أو لعمي أو لأخوي فلوس، الله إن كان محتاج لن يرفض، ولن تكون سبة ولا عين، فإن لم يكن فأتيه من الهدايا، ادخل عليه بهدية بشيء، هذا من صلة الرحم بالمال يبارك الله لك فيه. من أراد أن ينسأ له في أثره وأن يبسط، أن يبسط له في رزقه فليصل رحمه، يعني يطال عمره ويكون في أثره بركة، سواء أولاد من بعده أو في طيلة العمر، أو أن يبسط له في الرزق فليصل الرحم. ومن أعظم صلة الأرحام أن تصل الرحم بالمال. ولست متفضلا على أحد، لأن الذي قال حقه هو الذي أنعم عليك بالمال، فليس هذا فضل منك. أتي ذا القربى إيه؟ حقه، ليس تفضلا منك عليه، حقه. من الذي افترض له هذا الحق؟ الذي آتاك أنت المال، الذي من عليك أنت بالمال، قال آتي ذا القربى حقه. طبعا هذا الحق فضل، يعني هل هذا الحق المشروع واجب؟ إن لم أفعله آثم، إن قطعت الرحم تأثم، وإن وصلت الرحم بأي كيفية رفعت الإثم، ولكن هي درجات، فإن وصلت بالمال فهو أعلى، فإن لم أصل بالمال أحمل إثما؟ كلا، لا نقول ذلك. طيب إما كيف يكون حق؟ لأن الحق هنا حق واجب وحق مندوب إليه. الحق الواجب آتيه حقه في الميراث مثلا، في الميراث، لا تأكل الميراث، إذا كنت القائم على أولاد أخيك آتيهم حقهم في المواريث، هذا حق مفروض واجب، تأثم إن منعت إثما شديدا، وحق مندوب إليه في الصدقات وصلة الأرحام بالمال. وآتِ ذا القربى حقه. ثم والمسكين، من المسكين؟ الذي لا يخفي، لا يكفي دخله حاجته، مسكين لا يكفي دخله حاجته، يعني مش المعدوم خالص اللي ما معهوش اصلا، لا، اللي ما معهوش خالص، المعدوم ده اسمه فقير، اسمه ايه؟ فقير المعدوم. انما المسكين ده له دخل بس مش مكفيه في الاساسيات، مش في الترف، دخله مش مكفيه في الاساسيات، في الطعام، في الشراب، في الملبس، دخله مش مكفيه في السكنه، دي أساسيات، دخله مش مكفيه، هذا مسكين. قال الله: وأما السفينة فكانت لمساكين معدومين، لا، قال إيه؟ يعملون في البحر، ولكن سمهم القرآن مساكين لأن الدخل لا يكفي فيسمى مسكين. أما الفقير هو المعدوم، ما عندوش أصلا. وإذا ذكر المسكين بالمفرد بمفرده يريد به الفقير والمسكين، خلي بالك، وإذا ذكر الفقير بمفرده يريد به الفقير والمسكين، وإذا ذكر الصنفين يأتي على التفريق الذي ذكرناه، المسكين من لا يكفي دخله حاجته، والفقير هو المعدوم. لو ذكر الاثنين مع بعض يبقى في فرق، يقصد المسكين له دخل بس ضعيف، والفقير معدوم خالص. إنما لو جاب واحد بس يبقى يريد الاثنين، يبقى يريد الاثنين، كقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. ذكر الصنفين، ذكر الصنفين الفقراء والمساكين. إيه الفرق؟ أن الفقير معدوم والمسكين لا يكفي الدخل الحاجة، وهكذا. وإذا ذكر أحدهما يريد كلا الفريقين. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ابن السبيل الذي انقطع سفره. من ابن السبيل؟ الذي انقطع سفره لحاجة، يعني اللي معاه سيارة وفيها بنزين ومعاه أكل وشرب يوصله البلد، ابن سبيل لا،
من ابن السبيل؟ الذي انقطع به السفر لحاجة، على الطريق السيارة عطلت ما معهوش مواصلة توصله، ده ابن سبيل. انتهى منه الزاد والماء وما معهوش زاد وماء يوصله، ده ابن سبيل. إنما معه ما يوصله حتى وإن كان السفر طويل ما يبقاش ابن سبيل. فانتبه لهذا، مش كل مسافر يبقى ابن سبيل. إنما من ابن السبيل؟ الذي انقطع سفره لعلة، نقص شيء أساسي معه ومنعه من السفر، سواء في الراحلة والدابة التي معه أو في الطعام والشراب، فإن انقطع لعلة سمي بابن السبيل، وإن كان معه ما يقومه على سفر خارج من كونه ابن سبيل. آت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. ثم قال ولا تبذر تبذيرا، التبذير مفعول مطلق، ولا تبذر تبذيرا مفعول مطلق من لفظ الكلمة للتأكيد. وأصل كلمة التبذير من البذر، والبذر الحب، فإذا بذرت البذور وزعتها ونشرتها أو فرأتها في الأرض، رميت في الأرض، كذلك شبه الذي يسرف إسرافا من غير طائل أنه يلقي بالمال كما يلقى، كما تلقى البذور، يلقي بالمال كما تلقى البذور. فقال ولا تبذر تنشر المال من غير طائل، كانتشار البذور إذا ألقيتها. وهذا أصل الكلمة. أما الإسراف والتبذير فله أوجه، فالوجه الذي تعرفه وأعرفه وهو أول ما يطرأ على الذهن حينما نقول إسراف أو تبذير، أول شيء يطرأ عليه إنفاق المال فيما لا فائدة منه، هذا هو الوجه الأشهر والمعروف، إنفاق المال على غير وجهه، ده إسراف وتبذير. هل هذا فقط هو وجه التبذير؟ كلا، كل ما أنفق في الحرام تبذير، كل ما ينفق في الحرام الذي فيه إجماع على حرمته أو نص في حرمته فهو تبذير وإسراف، وهذا يغفل عنه الكثير. أنفق المال على شاشة لينظر فيها إلى المحرمات، يدخل في الإسراف والتبذير، وجحد النعمة ما شكره، وسنرى هذا بعد قليل. أنفق المال على سجائر أو مسكرات أو مخدرات، إسراف، بذر تبذير. أنفق المال فيما لا يريد من احتياج، إسراف وتبذير. أنفق المال لنصرة أهل باطل، إسراف وتبذير. أنفق المال لنصرة بدعة، إسراف وتبذير. كل ما أنفق في غير وجه شرعي أو مباح من غير طرف فهو إسراف وتبذير. إن لم ينفق في وجه مباح غير طرف، وإن لم ينفق في أوجه شرعها الله ورسوله، يدخل في الإسراف والتبذير. يدخل فيه أيضا كل ما أنفق رياء وسمعة، فأنفق المال ليقال منفق، رياء وسمعة، فينتظر أن يراه الناس ويخر، ويحب الناس تقف طابور عشان يديه، تبذير. ايه وجه ان ما انفق في الحرام تبذير، وايه وجه ان اللي ينفق رياء، ينفق رياء وسمعة تبذير؟ انه لا نفع في النفقة. يبقى ايه الضابط اللي بيضبط كل الاوجه دي؟ ايه الضابط؟ انه ينفق فيما لا نفع منه. الذي ينفق رياء وسمعة هل يعود عليه بنفع؟ لا. ليه؟ حبط العمل، حبط العمل لأجل الرياء والسمعة، فلم يعد عليه بنفع، فدخل في الإسراف والتبذير، أسرف المال بلا فائدة ولا نفع. ها
حتى لو انتفع به الغير، حتى لو انتفع به الغير. اما الفائده اللي تقعد عليه هو فين؟ ما فيش. اسراف وتبذير. انفق المال في الحرام، بماذا عاد عليه؟ بسيئات وذنوب. وهذا فعل الكافر. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون، والذين كفروا الى جهنم يحشرون. هكذا هذا فعل الكافر، ان ينفق في غير الوجه وليس عنده ضابط في الحلال والحرام. فإن أنفق رياء ليس منه فائد، وإن أنفق في الحرام ليس منه فائد، وإن نصر بدعة يعود عليه بالسيئات ليس منه فائد، وإن أنفق في الترف زيادة عن الحاجة ليس منه فائدة. إذن فما الضابط الذي يقاس عليه الإسراف والتبذير؟ أن ينفق المال في غير وجهه ولا يعود عليه بفائدة شرعية، يعني فائدة في الحسنات، في الحسنات أو فائدة دنيوية. فإن أنفق ولم يعد عليه بذلك فهذا إسراف وتبذير. وكثير ما هم، وكثير ما هم، حتى تجد بعض الناس الذي قدر عليه رزقه مسرف. هذا عجيب. على هذه الأوجه التي ذكرناها تجد بعض الناس ممن قدر عليه رزقه، مش أصل الناس مفكرة لما نقول إسراف وتبذير يقول لك يا عم ده الأصحاب الغنى. لا لا، ومن ضيق عليهم ينفق في المسكرات، إيه رأيك؟ ينفق في التدخين، إيه رأيك؟ تبذير، يدخل في التبذير لأنه لا نفع في هذه النفقة. يعزم واحد رياء وسمعة، ممكن يكون بص جاب الفلوس كده بالعافية عشان يعزم ناس ويعمل أكل ويطعم طعام ليس لله، ليس لله، النية مش لله، مش خالص، عشان يتقال إن إحنا كنا في بيت الحاج فلان. تبذير. يتصدق بصدقة ولو قليلا ليست لله، حتى يقال إن فلان جواد ومنفق. النية أمر خطير في الأعمال، فيحبط العملية، يدخل في الإسراف والتبذير على هذه الأوجه التي عدها أهل العلم في الإسراف والتبذير. قال الله مادحا عباده في آخر الفرقان: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا، وفي نفس الوقت لم يقتروا، لم يقتروا، على اختلاف القراءات، وكان بين ذلك بين الإسراف والقتر قواما، بين ذلك والعدل والاعتدال، فلا إسراف ولا بخل. وسيأتي البخل معنا هنا أيضا في هذه الآيات. قال: ولا تبذر تبذيرا. ما العلة في التحريم؟ ما علة التحريم؟ ولماذا النهي؟ قال: إن المبذرين، إن المبذرين كان إخوان الشياطين. واستخدام كان في الزمن الماضي للتأكيد على حالهم. يقال للقوم ومن استنى بسنتهم عند العرب إخوة. يقال للشيء ومن استنى بسنته، للقوم ومن استنى بسنتهم، أنه منهم وأنه أخوه. هذه واحدة. يقال للشيء ونظيره في الصلاح والفساد إخوة. يقال للشيء وما يناظره في الصلاح والفساد إخوة، وهو المعني في قوله تعالى في سورة مريم: يا أخت هارون، يا أخت هارون. لما سأل أحد الأصحاب رسول الله أنه كان بين عيسى وبينها بين مريم وبين هارون زمان، فكيف يقولون يا أخت هارون؟ قال: إنما كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم وصالحيهم. فكان رجل من قومها اسمه هارون مسمى على اسم هارون موسى. هذه واحد. أو سموها أخت هارون، هارون موسى في الصلاح، والرجح الأول هارون. هذا رجل من قومها سمي بهارون على اسم هارون أخو موسى، وكان هذا الرجل صالح، وكان لا يعرف في الصلاح في قومه مثله، لا يعرف في الصلاح في قومه مثله، لا هو ولا مريم. كان أكثر اثنين صالحين في القوم هارون هذا ومريم. فقالوا: يا أخت هارون في الصلاح، في الصلاح
ما كان أبوك امرأة سوء. كذلك في سورة الحشر: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا في الفساد، يقال للشيء ونظيره في الفساد إخوة، ونظيره في الصلاح إخوة، ويقال لمن استنى بسنة قوم أنه أخوه، ولا بعد في الفارق، ولا فرق كثير ولا بعيد بين اللفظين. فهنا قال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين في الفساد، في كفر النعمة وفي جحودها. فالشيطان جحد نعمة الله عليه لما رفض أن يسجد لآدم، فالله خلقه وكرمه ورفعه درجة مع الملائكة، فلما رفض أن يسجد لآدم جحد نعمة الله عليه وجحد فضل الله عليه وما أطاع وكفر وخرج بهذا. كذلك كل من كفر بالله وأبى الاستجابة لدعوة الرسل، شياطين جن أو إنس، جحد نعمة الله، فالله خلقه وصوره وأرسل له من يرشده إلى طريق الهداية فأبى. كذلك المبذر جحد نعمة الله عليه لما آتاه المال فأنفقه في غير وجهه. من الذي من عليه بالمال؟ الله. فأنفقه في غير وجهه، وأنفقه في الحرام، ونصر بدعة، وعادى سنة هكذا، وأنفقه رياء وسمعة ليس لله، فأخذ المال من به الله عليه وأنفقه في غير وجهه، فكأنما كفر النعمة. لذلك قال: وكان الشيطان لربه كفورا. فيلزم المبذر أن يأخذ حكمه، هو مش المبذر أخو الشيطان، والشيطان هذا كفور، فهذا يلزم أن المبذر أيضا كفور يأخذ نفس الحكم. طيب بس المبذر ده ما كفرش بالله، اعلم رحمني الله وإياك أن الكفر في القرآن خمسة، أنواع الكفر في القرآن خمسة: كفر استكبار كقوله تعالى عن قوم نوح: وأصروا واستكبروا استكبار. كفر استهزاء كقوله: ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت الذين كفروا فعاقب الذين سخروا منهم ما كانوا يستهزئون، إلى غير ذلك. كفر إعراض كقوله: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. كفر جحود وسنضرب له مثلا أيضا كقوله: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومنه قول فرعون لموسى: وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. من المتكلم؟ فرعون يقول لموسى: وأنت من الكافرين. نعم، ماذا يقصد؟ يقصد أنه قال: لم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين ثم قتلت منا نفسا وهربت فأنت من الكافرين، أي من الجاحدين لنعمتي عليك. من المتكلم؟ فرعون يقول لموسى هذا: وأنت من الكافرين، يقصد به كفر الجحود، جحدت نعمتي عليك. لذلك لما ردها عليه موسى قال: وأهديك إلى ربك سيدك وإلى مالكك، كقوله: ألم نربك فينا وليدا، قال: وأهديك إلى ربك فتخشى، واحدة بواحدة، ولكنه هداه لمن هو أعظم فأبى فرعون. الشاهد إذن: فالكفر الرابع كفر جحود، ثم كفر تكذيب كقوله: وكذبوا رسلي فكيف كان نكير. نعيد الخمسة أنواع الكفر في القرآن: كفر استكبار، كفر استهزاء، كفر إعراض، كفر جحود، كفر تكذيب. تاني كفر استكبار، كفر استهزاء، كفر إعراض، كفر جحود، كفر تكذيب. خمس أنواع للكفر في القرآن جاءت على اختلاف الآيات. فهنا لما قال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، هذا يلزم أن يكون المبذر أخو الشيطان فله نفس الحكم
نفس الحكم، وهو أنه كفور، وكفور على وزن فعول، والتقدير شديد الكفر، شديد الكفر. كفر ماذا؟ كفر النعمة، كفر الجحود، ليس كفر بالله والمعني، وإنما الجحود. أن يعطيك الله نعمة فتنفقها على غير وجهها، هذا جحود. ينفق المال في الحرام. أيعطيك الله المال لتعصيه؟ تأمل هذا الجحود. أيعطيك الله المال لتعصيه؟ أيعطيك الله المال لتنفق ابتغاء وجه الناس؟ أو ابتغاء وجه الشيطان؟ أو تذبح وتنذر للضريح الفلاني وتنفق المال لوجه غير وجه الله؟ أي جحود هذا؟ أي جحود هذا؟ تذبح لغيره؟ للقبر الفلاني أو للولي الفلاني؟ تذبح لغير الله؟ والله هو الذي آتك المال الذي اشتريت به الذبيحة أصلا؟ أي جحود هذا؟ لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الشرك في حديث يحيى بن زكريا الطويل، قال: وأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من حر ماله بذهب أو ورق، ذهب أو فضة، اشترى العبد وقال: هذه داري وهذا عملي، فأعمل وأدي إلي. جاب العبد وقال له: أقف في الدكان، وقال اللي تجيبه بالليل بقى تولي في البيت البيتر. فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده. إيه رأيك؟ يشتغل في الدكان طول النهار ويأخذ فلوس يديها لواحد تاني. قال النبي: فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ مين يرضى بكده؟ فالذي أنفق في وجه غير وجه الله فعل ذلك. الله ينعم عليه ويؤتيه ويتفضل عليه، وهو ينفق لغير الله، وينفق ليعصي الله، وينفق المال يبتغي غير وجه الله. هذا تبذير وإسراف وكفر للنعمة وجحود للنعمة. فإن من باب شكرها أن تعترف بها باطنا، فإذا سئلت من أنعم عليك تحدث بها ظاهرا، تقول: رب العالمين. البند الثالث: ألا تنفقها إلا فيما يرضيه. وهذا خطر، انتبه. يبقى كم وجه؟ تعترف بنعمتي باطنا، الثاني تحدث بها ظاهرا، إن سئلت عن النعمة تنسبها إلى من أنعم بها. هذا معنى التحديث ظاهرا، لأن الناس بيخش معاه استعين على قضايا، استعينوا بالكتمان على قضايا حوائجكم، يقول لي أحدث بها ظاهرا إزاي، وأما بنعمة ربك فحدث إزاي، وإزاي يقول لي استعينوا بالكتمان. لا، مش ده المعنى. المعنى أن تنسب النعمة إلى المنعم بها، تقول أن الذي أنعم بها هو الله. هذا التحديث، مش تمشي تقول للناس أنا اشتريت عربية، أنا اشتريت هدوم، أنا اشتريت بيت، أنا ما بقولش كده. ده اللي النبي قال استعينوا إيه؟ بالكتمان. خلاص؟ إنما يعني أحدث بالنعمة، أن تنسب النعمة للمنعم بها، تحدث بنعمة الله ظاهرا، وأما بنعمة ربك فحدث. انسب النعمة إلى ربك، وانسب الفضل إلى الله، وقل أنه هو الذي أنعم عليك به. ثم أخطر بند في الثلاثة، يعني تعترف بها باطنا، تحدث بها ظاهرا، أخطر بند: ألا تستخدمها إلا فيما يرضيك. وهذا يغفل عنه كثير من الناس. تليفون نعمة، فإن كلم به النساء في الباطل، إن نظر فيه إلى النساء، إن سمع به الأغاني، ما رأيك؟ استخدم النعمة في غير وجهه. التلفاز نفس الكلام، ينظر فيه إلى النساء في كذا، من الذي أنعم عليك بالمال الذي اشتريت بهذا التلفاز؟ هو الله. استخدمه فيما يرضيه، المال الذي تشتري به الدخان والمسكرات أو 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 أو، من الذي أنعم عليك به؟ هذه الذبيحة التي ذبحتها لغير الله، من أنعم عليك به؟ هذا المال الذي تنفقه رياء وسمعة عشان يتقال الحج فلان تصدق، من الذي أنعم عليك به؟ الله. أتنفقه في غير وجهه؟ في غير وجه الله؟ تصرفه لغير الله؟ ما شكرت النعمة، ما شكرت، وإنما جحدت النتيجة. قال: ولئن كفرتم، كفرتم النعمة، إن عذابي لشديد. تزال النعمة، تزول. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءه نقمتك وتحول عافيتك. ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفور، فيأخذ المبذر نفس الحكم،
وإما تعرضن عنهم، عن مين؟ عن ذي القرب والمسكين وابن السبيل. اربط الآيات، وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، من المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربه كفورا. وإما تعرضن عنهم، عن مين؟ عن ذي القربى والمسكين وابن السبيل. ليه؟ ما معكش المسكين طلب أو ذي القربى طلب أو ابن السبيل طلب، هو في حاجة، وأنت ليس معك ما تعطيه، ليس معك من المال فستعرض. والإعراض هنا ليس معناه أن تولي ظهرك، كلا، وإنما الإعراض عن عطائه، الإعراض عن العطاء، وهو إعراض جميل. ما معكش، طب أعمل إيه؟ واحد، إذا أعرضت فابتغ الرحمة، يعني ابتغ الرزق من الله. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة، على انتظار رزق من الله، ما معكش وتبتغي رحمة من ربك ترجوها أن يمن الله عليه، فإن من فستعطيه. وهذه تكون النية، طلب منك مال ما معكش، تكون النية إيه؟ أن الله لو من علي سأعطيه، يبقى ابتغاء رحمة من ربك ترجوه. يعني إيه؟ تعرض عنهم في انتظار رزق من الله يؤتيك إياه فتعطيه. تاني، تعرض عنهم لأنك ليس معه، وحالك أنك في انتظار رزق من الله، إن من عليك به فستعطيه. قال ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، رزق من ربك أنت ترجوه، الوضع. قال فقل لهم قولا ميسورا، يبقى إن لم تعطي مال فأعطي قولا حسنا. وهذا كمال في الأدب والإرشاد إلى التعليم والخلق الحسن، إن لم تعطي مال فأعطي قولا حسنا، كقولك بالدعاء له، نسأل الله أن يوسع علينا وعليك وأن يرزقنا وأن يرزقك، كقولك والله أنا في انتظار رحمة من الله فإن أتاني فسأعطيه، هذا كلام حسن. قال الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، وقال قول معروف، ومغفرة خير من صدقة يتبعها، قول معروف وصفح عن السائل، لأن أحيانا السائل بيحتاج إلى صفح. ليه؟ يطلب بأسلوب غليظ يضايق، يصحيك من النوم عشان يسأل، يلح في المسألة، تديله لك اهدى، مش عاجبه، عايز بالعملة الصعبة، هكذا. فهذا يحتاج إلى مغفرة منك، فقال قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. قال الله وقل لعبادي يقول التي أحسن، لا تغلظ له القول أبدا، لا تغلظ له القول، ما معكش هتعمل إيه؟ سأنتظر رحمة من الله. عارف انتظارك للرزق ده عبادة؟ هل تعلم ذلك؟ انتظارك للرزق عبادة، تؤجر عليه، فلا تضج إن ضيق عليك، كن في انتظار رزقي. يعني واحد فتح المحل بتاعه الصبح وقعد مفيش زبائن، اجعل النية وأنت تجلس أنك في انتظار رزق من الله يرسله إليك. أنت خرجت من بيتك رايح فين؟ رايح الشغل، اجعل النية أنك خرجت تبتغي رحمة من الله، تبتغي رزقا من الله يمن به عليك. في هذه الحال أنت في العمل وتؤجر. لماذا؟ لأن ابتغاء الرزق عند الله وحده لا غير، لا عند غيره، ده عبادة، توحيد، توحيد، أنت تبتغي الرزق لا عند فلان ولا عند علام، وهذا ينبغي أن تنتبه إليه وأن تلتفت إليه. مش فلان اللي بيرزقك، مش فلان اللي هيديك علاوة، مش فلان اللي في الشغل أو رئيسك في الشغل هو اللي معاه، مش رئيسك في الشغل اللي بيقبضك، لا والله، لا والله، الأصل أن الذي يرزق هو الله، هو الله. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم
من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وقال الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة إلى أن قال يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون سبحانه وتعالى لا يرزقك إلا هو ولتعتمد بقلبك عليه خذ بالأسباب زي ما أنت عايز أنا ببتغي الأسباب رحت اشتغلت عند فلان عند علان دي أسباب لا مانع منها أن يعتمد قلبك عليه هو المانع وهو الخطأ إنما الرزق بيد الله قدر أقوات الأرض جميعا وما غفل عن تلك السمكة الصغيرة في قاع البحر أن يرسل إليها رزقها قال ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين ما غفل عن أصغر الكائنات لطالما أنه خلقها هو يرزقها ويعلم حالها وما تسقط من ورقة إلا أعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين فأنت تعتمد بقلبك على الله وتبتغي الرحمة عند من؟ تبتغي الرزق عند من؟ عند الله وحده لا عند غيره وخذ بالأسباب على أنها أسباب لا تجعلها تعد قدرها أكثر من كونها أسباب أما القلب يعتمد كليا في الرزق على الله لو فعلت ارتحت والله لو فعلت لارتحت ريحت بالك ريحت بالك الرزق عنده والله مهما تكلم الناس المعيشة والغلا واللي راح واللي الرزق عند الله عند الله الدولار غلي غلي فوق الدولار علي علي في الأرض هل أثر على الخزائن أثر على خزائني خلاص أنت مع مين بقى مع الدولار ولا مع الله أنت مع الله سيرزقك مالكش دعوة بكل مقاييس العباد اللي بيعملوا العباد دي أسباب أسباب لا مانع هي أسباب يبنون عليها أفعال يبني عليها أفعال لا مانع ده مش ده ما فيهوش تعارض إنما اعتماد القلب على من؟ على الله على الله مهما تكلموا اقتصادا ده اجتهاد بشر والمسبب هو الله سبحانه وتعالى والذي بيده الرزق هو الله لماذا تضج وتحزن بعض الناس كده حلو كده يفتح الجورنال الصبح او موقع الفيسبوك او المواقع الاخباريه اول ما يبص الدولار غلى الفلوس اتعومت الذهب علي يجي له قبضه يعني اسعارها تعلى طب وبعدين يا اولاد ولا ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء وقد يرزقك في اصعب وقت الناس كلها بتضج ويرسل إليك أنت رزقا لم يرزقك به من قبل في عز الضم كده وما يدريك أنه يديك رزق ما جالكش قبل كده قادر؟ قادر ولا مش قادر؟ فاعتمد بقلبك عليه لا على غيره خذ بالأسباب كما تريد ولكن أنت تبتغي عنده هو الرزق لا عند غيره يقين الناس أصبح مشكل يقين الناس مشكلة اسمع كده ويقرأ يقول لك البلد راح في ده مش عارف رايح في ده الرزق مش عارف حصل كذا الناس مش هتلاقي الناس قاعد الناس هبت من غير عش الناس مش هتلاقي جوا بعد كده هيتجوزه يتجوز ابنه في الأوضة اللي جنبه بعد سوء ظن في الله هذا سوء ظن لا ده أنا بتكلم عن مقاييس اللي قدامي مقاييس دنيا أما قلبي فمعتمد على الله يتجاوز عنه ماشي لو ده فكرك ماشي بمقاييس الدنيا دي البلد راح في ده خلاص انت حر طب انت معتمد على مقاييس الدنيا روح معاها في داهية ان كان هذا كلامك انا مش بشتمك ده كلامك انت مش راح في داهية وانت معتمد على المقاييس دي روح اما ان كلت امرك الى الله فلا تضل ولا تشقى ولا تخاف بخسا ولا رهقا ده كلامي ولا كلام الله كلام الله فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى وفي سورة البقرة فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اجمع الأربعة لا خوف عليه ولا حزن ولا يضل ولا يشقى ضمن الله لمن اتبع هداه أربعة ألا يخاف ولا يحزن ولا يضل ولا يشقى هذا كلام الله اجمع الأيتين فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون
فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هذا الأربعة، لا خوف ولا حزن ولا ضلال ولا شقاء، ضمنها الله لمن؟ لمن اتبع هداه. وفي هداه أن تبتغي عنده الرزق لا عند غيره، فيضمن لك هذه. بس عايز منك يقين قوي، عايز منك يقين قوي. مهما فوجئت بالأخبار قل حسبي الله والله كافيني ونعم الوكيل. ما تقولش بقى راح في داهية، من قال هلك الناس فهو أهلكهم، فهو أهلكهم بكلامه على اختلاف الرواية. من قال هلك الناس فهو أهلكهم، يعني كلامه ده اللي هيجيب لهم الهلاك. من قال هلك الناس فهو أهلكهم، أي أشدهم هلكا. فلا تقل ذلك، وإنما قل يا رب فرج، يا رب ارزق، رب اغفر وارحم، يا رب امن علينا، يا رب أعطني. ضاقت بك في السجود، يا رب أعطني. اسألوا بأسمائه، يا فتاح، يا رزاق، يا كريم. ما لماذا نقول ادرس أسماء الله الحسنى حتى تنفعك يقينا فيها؟ الدنيا مقفلة، ادعوه باسمه الفتاح، مش انت بتقول مقفلة؟ ادعوه باسمه الفتاح يفتح. الضيق، ضيق في الرزق، ادعوه بالرزاق. الناس كلها ماسكة اللي معاه، ادعوا الكريم، ادعوا الكريم كثير العطاء. إن أمسك الناس هو لا يمسك، إن أمسك الناس فهو لا يمسك، ولكن سله ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها سبحانه وتعالى. سله وليكن عندك يقين والله ابتغاء رحمة من ربك ترجوها أنت في عباد، ابتغ الرزق وانتظر. وإما تعرضن عنهم، لماذا؟ ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، فبدلا من العطاء المادي قل لهم قولا ميسورا كما قال النبي: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم يكن فبالكلمة الطيبة. تدفع النار عنك بالعطاء، بالمادة، ولو بتمرة، ولو بنصف تمرة تدفع النار عنك. ضع هذا في رأسك، ادفع النار عنك بالنفقات. كلما أنفقت ابتعدت عنك النار ولو بشق تمر. طيب ما فيش خالص، فبالكلمة الطيبة، فبالكلمة الطيبة. قل كلمة طيبة للسائل والمحروم والفقير والمسكين. قال: فقل لهم قولا ميسورا، ميسورا يعني لينا سهلا. قل لهم قولا لينا سهلا، هذا معنى ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة، تصوير رائع من القرآن للذي يضن بماله. ما معنى يضن؟ يبخل، يبخل. قال: وما هو على الغيب بضنين، الكلام عن النبي، ليس هو في أمر الوحي وتبليغ الوحي بضنين، ببخيل، وإنما يبلغ ما يأتيه من ربه. يبقى ضنين يعني إيه؟ بخيل. يضن بالشيء يعني يبخل به. صور الذي يضن بماله، يبخل بماله، بمن غلت يده في عنقه، ايديه اتربطت بالأغلال في عنقه. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. مغلول يعني مربوط. فصور البخيل من شدة بخله وخوفه وحرصه على المال كأنما أمسك بالمال وغله في عنقه، عامله كده. شايف التصوير ده، المشهد ده كده مشهد أنه يمسك. والقرآن يخاطب العرب بتصوير يفهمونه، يفهمونه. فإذا قال اليد مغلولة إلى العنق مفهوم، قال تدلو بها إلى الحكام. فصور الذي يعطي الحاكم كأنما يدلي بدلو في البئر عشان بيديله خفية، ما بيجيش قدام المال يقول له خد. هو هيدي الحاكم، هيرشي الحاكم كده، هيرشيه قدام الناس؟ لا، هيرشيه ازاي؟ شايف المنظر ده كده، انه ينزل له ايده كده كما ينزل الدلو في البئر. متخيل المشهد؟ ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام. هو مش هيجري الحاكم يديله خد قدام الناس، هيعمل ايه؟ هيداره من تحت لتحت، هينزل له ايده كده. شايف ده كده التصوير ده؟
تصوير تدلو زي اللي بينزل البئر للدلو، فكذلك هو يعطي الحاكم تصوير يفهمه العرب. فالقرآن يخاطبهم بما يفهمون، وهنا قال على سبيل التمثيل لا الحصر ولا تجعل يدك مغلولة مربوطة، يقصد بها البخل، فصور البخيل بمن غلت يده في عنقه إلى عنقك في رقبتك، أي لا تبخل بالمال ولا تضن به. يبقى قال ولا تبذر تبذيرا، كذلك قال له لا تمسك ولا تكن في قطور من أمرك، ولا تضن بالمال ولا تكن شحيحا. بخيل شحيح، وهذه صفة مذمومة في الرجل، صفة ذم في الرجل، وقد تطلق المرأة فقها من أجله. ليه؟ متجوزة واحد بخيل لا يطعمها مثل ما اعترف عليه في طعام الناس، ما بيأكلهاش، لا يأتي لها بكسوة، يبخل عليها وعلى أولادها بخل شديد. فلما ذهبت المرأة زوجة أبي سفيان، أبي سفيان رجل شحيح، قال لها خذ ما يكفيك حتى لو ما يعرفش، ليه؟ من شدة بخلي وأنه يضن بالمال. وقد فرق بعض أهل العلم بين البخل والشح، فقالوا البخل على الآخرين والشح إمساك المال حتى عن النفس. يبقى الشح مصيبة، مش بيبخل على الناس بس، لا وشحيح على نفسه كمان، يمن الله عليه بمال وتلاقيه ماشي مبهدل في نفسه، مش عايز ينفق على نفسه. لماذا يا أخي؟ إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على العبد، الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وبعدين يتنو يحوش ويكنس، لا بيدي الناس ولا ينفق في أوجه الخير ولا ينفق على نفسه، وبعدين في الآخر مات. وبعدين المال للورثة، قعدت تجمع وتبخل على نفسك وما استمتعتش بشيء مما بخلت به، طب وانفقه في أوجه الخير، حوش هناك تمرة هتبقى زي جبل أحد، من تصدق بتمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة الخيل الصغير، فلوة الخيل الصغير حتى تصبح يوم القيامة مثل أحد. إيه دي التمر؟ طب كنت أنفق في سبيل الله، طالما أنت مش عايز تجيب ولا تعطي الأولاد ولا الزوجة، يا ليته ويفعل ذلك من أجل أن ينفق في سبيل الله. كان لا الدنيا إلا يحصل بكرة، ما احناش عارفين نخبي، طب اطلع عمرة، طب اعتمر، طب حج، ما حدش عارف بكرة في إيه، البلد راح في داهية. وزي ما قلت لك كده، يسيئون الظن في الله مستقبلا ولو أحسن الظن ما حدث شيء، زي ما ضربت لك مثل قبل كده سابقا، يعمل إيه؟ ما يطلعش عمرة ولا يحج. طيب وبعدين يقول لك أصلا هشتري شقة، الفلوس محتاجها ضروري، شي شقة ليه؟ يقول لك عشان البنت لما تتطلق. هي اتجوزت؟ لا لسه ما اتجوزتش. لا ما اتجوزتش. طب وانت اشدراك انها تتطلق؟ يقول لك عشان لما تتطلق تلاقي مكان ما يتحكمش فيها، لا واعي قوي. تفترض سوء الظن، هي ما اتجوزتش وانت حطيت في دماغك ان هي هيتجوزها واحد سيء الاخلاق وهيضربها ويطلقها ويشردها، وانت بتعمل حسابك على كده، وما يدريك لعل الله يمن عليها بمن هو خير منك انت. طب ما تحسن الظن في الله ان الله سيؤتيها رجل صاحب خلق وكريم ويعيش احسن عيشه، ما تحسن الظن في الله، ليه بتفترض سوء النيه؟ شوف الشيطان لما يجعل الانسان يفترض سوء الظن ويحرمه عباده، الشيطان حرمه عباده، لا خلى حج ولا خلى اعتمر ولا خلى، افترض سوء الظن وكنز على اساسه وعن الفلوس. لما دخل الحسن، ولعلي ذكرت لكم ذلك سابقا اعيده لمقامي، يدخل على رجل يرتعد بترعش وهو يموت، قال ما بك مما ترتعد؟ قال من 100,000 دينار وضعتها في ركن هذه الدار، لم أخرج منها زكاة ولم أعرف لله فيها حقا. قال ويحك، فلمن كنت تجمعها؟ قال خشية روعة الزمان وجورة السلطان، اللي احنا بنقوله خشية ايه؟ روعة الزمان، تقلب الزمان ومحدش عارف بكرة في ايه والكلام اللي احنا بنقوله ده، وجورة السلطان ان السلطان يفرض علينا ضرائب ولا حاجة، بقى انا ايه؟ عامل حساب.
مات، وعند الموت بترعش منها من الفلوس اللي كنزها. فوقف الحسن وقال: أيها الوارث، إن هذا المسكين أتاه شيطانه فخوفه روعة زمانه وجورة سلطانه. الحمد لله وصلى الله على نبيه وبعد. فلما دفن الرجل الذي كنز 100,000 دينار قال الحسن: أيها الوارث، إن هذا المسكين أتاه شيطانه فخوفه روعة زمانه وجورة سلطانه. أيها الوارث، لا تنخدع كمن خدع صويحبك، إن هذا المال أتاك حلالا فلا يكونن عليك وبالا. أتاك ممن كان جموعا منوعا يدأب فيه الليل والنهار ويقطع فيه المفاوز والقفار ولجج البحار، من باطل جمعه ومن حق منعه، جمعه فأوعاه وشده فأوكاه، ولم يخرج منه زكاه ولم يعرف لله فيه حقا. وإنه من أعظم الحسرات يوم القيامة أن ترى مالك الذي جمعت في ميزان غيرك. قالوا: وكيف ذلك؟ قال: يجمعه الرجل فلا ينفقه في أوجه الخير، فيأخذه الوارث فينفقه في أوجه الخير، فيرى يومئذ ماله في ميزان غيره. والله إنها لحسرة لا تنال وعثرة لا تقال. انتهى كلامه رحمه الله، كلام بليغ لمن تبخل، على من تبخل، على نفسك وعلى الناس، والنتيجة ستأخذ هذا المال معك. ولا نقول لك كن مسرفا، وإنما ابتغي بين ذلك قواما كما قال الله. ولا تبسطها كل البسط، الإسراف والتبذير. وصور الذي ينفق مسرفا بالذي بسط كفه فلم يعد فيها شيء يقبض عليه. لما توقع اللي في ايدك وايدك فاضيه كده اقول لك ايه؟ اقفل ايدك علي معاك. ما خلاص ما فضيت، اقفل عليه. لا يجد في كفه شيئا يقبض عليه او يمسكه.
فصور الذي يسرف بأنه ليس معه شيء كباسط اليد، ليس فيها شيء، ليس معه شيء يقبض عليه، فقال ولا تبسطها كل البسط، النتيجة فتقعد أي فتمكث على حالك، هذا معنى فتقعد. كما ذكرنا لا يقصد منه القعود الذي هو ضد القيام، كلا، وإنما فتمكث على حالك أو فتصير أو تصبح ملوما من الناس على بخلك، محصورا من نفسك على إسرافك. يبقى ملوما متعلقة بإيه؟ فتقعد ملوما متعلقة بإيه؟ بلا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ملوما من الناس على بخلك، لأن البخل ده شيء ظاهر مش خفي، حتى وإن ظننت أنه شيء يخفى يعلم ويرى، كما قال زهير، وزهير كانوا يلقبونه بشعر الحكمة، قال ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي، ومن هاب أسباب المنايا ينلنه وإن يرقى أسباب السماء بسلمه. فيبقى ملوما من الناس على ماذا؟ على بخلك. يبقى ملوما متعلقة بقوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنق. طيب محسورة، أصل الحسير على وجهين، من الحسرة والتي هي ترادف الندامة، الحسرة التي هي الندامة، يندم ويتحسر على الشيء، هذه واحدة. الثانية الحسير الذي انقطع عن السير لضعف ووهن. لغة، من الحسير؟ الذي انقطع عن السير لضعف فيه ووهن، يقال حسرت الدابة، حسرت الدابة يعني انقطعت عن السير. ومنه قول الله تعالى ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، يعني منقطع، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو منقطع، لأنه لم يرى في السماء خللا ولا فطورا. فهنا قال ملوما متعلقة بالبخل مغلولة إلى عنقه، محسورا إما نادما على أنك أسرفت، وهذا حال كثير من الناس، يقول لك اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، ويصرف اللي في الجيب ويقعد يشتكي الحال، ويقعد في البيت زعلان ما معهوش فلوس، ولكن في جنب كده في زاوية كده ما بيكلمش حد، ليه؟ ما معيش فلوس، ليه؟ خلص، اديله فلوس كده هيروح يجيب ويجيب 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 ويقعد تاني، هكذا، ده اسمها ايه؟ حسر. طيب ولو محصورا هنا بمعنى الانقطاع، انقطع عن أخذ ما يريد، عفوا، انقطع عن شراء أو جلب ما يريد لقلة المال، عمل ايه؟ انفق المال فانقطع عنه المال، وهو انقطع عن اخذ ما يريد بسبب ضعف المال، كالدابة التي ضعفت وهنت ولا تستطيع السير، هو برضو ما يقدرش يبتغي ما يريد لضعف الايه؟ المال، لانه انفقه. يبقى تاني، ده اسلوب عند اهل البلاغة المقام اضيق من ذكره، اسمه اسلوب اللف والنشر، لعلي مررت عليه فقط. ما هو أسلوب اللف والنشر؟ أن يذكر جملة وجملتين ثم يأتي بجملة أخرى أو جملتين، كل واحدة في الثانية متعلقة بواحدة في الجملة الأولى. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار، ده كلام تمه، من رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، كل واحدة من الاثنين دول متعلقة بالإيه؟ واحدة من اللي قبلها، لتسكنوا فيه متعلقة بالليل ولتبتغوا من فضل متعلقة بالنهار، ده اسمه اسلوب ايه؟ اللف والنشر، وهو اسلوب معلوم عند البلاغيين. فهنا قال ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما، متعلقة بايه؟ تجعل يدك مغلولة الى عنقك، محصورا متعلقة بايه؟ تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. ومربط ذلك كله والفائدة منه إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر فلا تخف خوفا زائدا فتمسك،
ولا تأمل أملا زائدا فتسرف، واعتمد بقلبك على رب العباد، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ويقدر يقدر يعني يضيق، وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه يضيق. طيب لماذا يضيق ولماذا يبسط؟ ليه ما يخليش كل الناس في بسط، أو ليه ما يخليش كل الناس في ضيق؟ قال إنه إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، فيعلم أن هذا لو أخذ مالا زائدا يطغى ويدخل النار، فمنع عنه المال ليدخله الجنة. ما يدريك، ما يدريك، يعلم أن هذا لو أخذ، لو لم يأخذ مالا وصار في فقر لقنط من رحمته ودخل النار، فيمن عليه بالرزق. هو أدرى بعباده وهو أعلم بهم، قال إنه كان بعباده خبيرا بصير. نفس الآية، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. هذه الآيات إجابة لأسئلة كثيرة جدا عند الناس، هذه أسئلة نسألها، يعني سألنا هذه الأسئلة، يقول لك هو لي ربنا ما يخليش كل الناس أغنياء؟ الإجابة في القرآن، ولكن أنت لا تبحث ولا تتمعن. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، إيه رأيك تبقى مليونير وتخش النار؟ موافق؟ إيه رأيك تكون مليونير مثل اللاعب الفلاني أو اللاعب العلاني أو الأرقام اللي بتسمعها دي وتدخل النار؟ يرضيك؟ موافق على كده؟ ما ظنك بهذا؟ ولعلك تجد غنيا سبقا إلى الجنة بإنفاقه وكرمه وإعطائه، فالله يعلم عباده ويعطي كلا على ما يعلم منه سبحانه وتعالى. فارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، تكن أغنى الناس. قال إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. نقف عند هذه الآية على أن نواصل في الخميس المقبل بإذن الله تبارك وتعالى، نواصل الكلام على سورة الإسراء. تفضل. رجل عنده أموال زي ما احنا قلنا مكانها وحافظ عليها وكلام، وتوفى ابنه، لو تصدق بالمال ده هل الثواب يعود على الأب والابن ولا على الابن بس؟ أولا الابن ليس له تحكم في المال إلا فيما يرثه، خلاص يعني ما يقولش لاخواته هناخد الفلوس كلها نخرجها لله، ما ينفعش، لازم كل واحد ياخد ميراثه ويعمل اللي هو عايزه. خلاص الفائده بتعود على الاب برضه، طبعا لو الابن انفق من مال الابن نفسه الفائده تعود على الاب، يعني الابن جاب اشتغل وجاب فلوس وانفقها، هذا في ميزانيه بيد الابن، عشان الاب هيحاسب على اللي هو تركه ولم يخرج عنه زكاه. انت كلامك كده اختلف، كلامك كده اختلف، المال كله معلش هو توفى وسابه. انت بتتكلم ان الاب وجبت الزكاه في ماله وما اخرجه، ماشي مثلا، لا قبل ما يتقسم الميراث يخرج ما عليه من الدين ومن زكاه، سليم، قبل ما يتقسم الميراث يخرج ما عليه من الدين ومن حقوق لله وبعدين يقسم الميراث، سليم، واضح كده، وبه يعتق، تعتق رقبه الاب، سليم. لو الابن نوى ان هو من اعماله الصالحه من صلاته وزكاته صدقة جارية لأبيه، أبيه يؤجر؟ نعم. ومن الورث برضه نفس النظام، أبيه يؤجر؟ نعم. طب لو الأب نوى إن أولاده صدقة جارية لي، صلاتهم وزكاتهم برضه الأب يؤجر؟ مش جارية. تمام؟ ما بس دي مش جارية. لا، إن هما يعني هما أولاده نبتة يعني. طبعًا يسأل الله ذلك، يسأل الله ذلك، كما سألت مريم. نعم. كما سألت أم مريم، عفوا. نعم. يسأل هذا. يعني وأن ينذرهم لله. نعم هذا صحيح، هذا صحيح، ولكن ما تبقاش جارية لأن مسير الأولاد دول هيموتوا. سينقطع، نعم. إلا إذا كان في نسلهم بركة ودعوة الله وهكذا. نعم. تفضل. الغنى والفقر. ابتغي الرزق. نعم. نعم. فإلى أيهما يعني تبتغي
خذ بأسباب الرزق كيفما تشاء، والله يمن عليك بما هو أنفع لك، وسل الله ذلك أن يؤتك مالا نافعا مش مالا يفسد صاحبه. نعم، سل الله مالا ينفعك ليس مالا يفسد صاحبه، لأن من المال ما يفسد ومن المال ما يصلح. فسال الله مالا حلالا صالحا، لأنك مسؤول من أين اكتسبت وفيما أنفقت، فإن أتاك مالا حلالا خذه. من يستطيع أن يقول لما يجي لك مال ازهد فيه ولا تنفق على نفسك ولا تفعل ولا تفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل لئن تترك أولادك، لئن تترك أولادك أغنياء خير من أن تتركهم عالى يسألون الناس. الآيات اللي هو الأحاديث تدعو مش الفقر، هي المسابق لا. من الله عز وجل للفقراء. لا، هو الآيات والأحاديث اللي بتدعو إلى الزهد تدعو إلى ألا تكون الدنيا في القلب مكان الآخرة. انتبه لهذا. يبقى الآيات والأحاديث التي تدعو إلى الزهد مش معناها أنها تدعو الناس إلى أن يكونوا فقراء، مش ده المعنى. المعنى ألا تجعل الدنيا هي الشغف والهم، فلا تكن الدنيا أكبر هم، كلا، اجعل الدنيا في يدك ولا تجعلها في قلبك. هذا غرض الآيات التي تدعو إلى الزهد في الدنيا. أيها فضل أحيانا شفحنا الإنسان يفعل عمل خير تبدأ نية متوفرة إن ده تجارة وغسل لا يوزن، إلا النفس تحدث الإنسان بعكس هذا، فكيف ينتصر الإنسان على النفس؟ سال الله الإخلاص وأنفق، وكلما كان أسر العمل أسر كلما كان أعلى في الإخلاص. والشيطان يلبس على المرء عمله، يعني يجي يصلي في المسجد فيستشعر جو المسجد فيخشع أكثر ما بيخشع في بيته، لأن المسجد له هيبة ووقار. فيأتي الشيطان ويقول أنت تفعل ذلك لأجل أن الناس ينظرون إليه. قال ابن القيم في كتابه غزة اللهفان من مصائد الشيطان، قال فإن قال لك ذلك فزدها طولا، فإن قال لك ذلك فزدها طولا، مالكش دعوة. أنا بعمله رياء، طيب مالكش دعوة، وسل الله الإخلاص فأنفق ولا تتوقف، لأن ده مدخل، مدخل الشيطان يمنعك عن فعل الخير به. سل الله الإخلاص واعزم النية وحاول أن تسر في العمل واعمل. تفضل آخر سؤال عشان نقيم الصلاة. تفضل. لا أعلمها حديث. وما تفسيرها؟ وما تفسيرها لغوياً وقديمياً وشرعياً؟ طبعاً لاختلاف أحوالهم واختلاف إيمانهم، هذه مقولة واضحة المعنى، واضحة الدلالة. أنا لا أعلمها كحديث، أنا لا أعلمها كحديث، خلاص. ولكن المقصود بها أن أحوال الناس لن تستقيم لك، مش هترضيك. أحوال الناس لما تشوفها مش هترضيك، ده بخيل وده غني وده فقير وده مريض وده يعق أباه وده قطع رحم وده كذا وده كذا، حتى أنك ترى بالناس أنت هتتعب، فانشغل بنفسك. ألا تأتي بمعكم ليه؟ إن أنا لو تنيت أستنى أسمع كلام خايف إن أنا أعمل كذا أحسن يقولوا كذا، أروح على المسجد أحسن يقول لك أمسى الرأي على تين في الفجر في نص الليل، أو مثلا طيب بيبقى هنا انت عايز تقول من صنع حساب مراقبة الناس له، عايز تقول اللي عمل حساب مراقبة الناس له. نعم، وهذا معنى صحيح أيضا، كلا المعنيين صحيح، ان انت ما تعملش حساب لمراقبة الناس وليكن الهم مراقبة الله لك. نعم، صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.